التحية تتجدد واللقاء يستمر بكم متابعينا الأعزاء مستمعينا على فاضل بانطلاقة هذه الأشواط التي تستمر في تحدياتنا وفي انطلاقاتنا. يسير شوطنا العشرون الذي خصص للجعدان من فئة الانتاج، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مباشرة إلى المركز الأول إلى ناصي اللي على صدارة الشوط، يأتي بشعار أيضا هذا هو معزز اللي على المركز الأول لعلي بن جميل الوهيبي من يأتي على صدارة هذا الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني والتغيير على المركز الثاني من درب اللي على المركز الثاني سيف عوض برشاش البلوشي يأتي على المركز الثاني، ينتقل إلى المركز الثالث ووصل هنا، انطلق في هذه اللحظات شاهين القادم لعلي بن راشد بن سعيد المري، وصل بالرايه المركز الرابع مع اشقر عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، والمركز الخامس وصل بن عميره مقدما لانطلاقه وتحديات الضبيون الواصل محمد بن عميره الشامسي في هذه اللحظات الجميلة. انتقل الى المركز السادس واجد هناك القادم على المركز السادس، اجد الواصل هو مرحب سيف بن علي بن سعيد الدرعي يصل في هذه اللحظات، ولكن اعود الى براية اللي على المركز الاول اللي على الصدارة شاهين علي بن راشد بن سعيد البريص المري، بينما المركز الثاني فوصل وتحرك هنا بن عمير مع ضبيون القادم في هذه اللحظات محمد بن مطر بن عمير الشامسي، ينتقل الى المركز الثالث واجد القادم مشطط لسعيد بن محمد الشرقي العامري، بينما المركز الرابع هذا هو معزز لعلي بن يميل الوهيبي قادما على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصل في هذه اللحظات وصل سراب احمد بن سيف بن حمد المجعلي، ولكن اعود الى المركز الاول، اعود الى شاهين اللي على الصدارة اللي على المركز الاول علي بن راشد بن سعيد براية المرية، يتقدم الأسماء، يتقدم الشعارات، يسير مع المركز الأول، المركز الثاني مشطط، هذا هو مشطط القادم لأيضا سعيد بن محمد الشرقي العامري هنا بانطلاقة مشتط بالمركز الثاني، منافسة تحدي انطلاق، ولكن أرى سراب أحمد بن سيف بن حمد المجعلي وصل تحرك بالمركز الثالث والمركز الرابع، وصول من معزم سالم بن محمد بن سالم الدرعي، ولكن التسلل الانطلاق طريق لسراب اللي على المركز الاول احمد بن سيف بن حمد المجعلي سار الى الصدارة، وارى بالمركز الثاني هذا اللي وصل الغزال مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي والمجعلي في حوار ثنائي اللحظات الحاسمة. يا سلام المجعلي والوهيبي قادم اللحظات المثيرة، ولكن تهانينا والناموس إلى مالك سراب أحمد بن سيف بن حمد المجعلي على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني وصل الغزال مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي. المركز الثالث كان حاضرا شاهين سعيد بن محمد او هناك شاهين نعم لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع
كان حاضرا معزم سالم بن محمد بن سالم الدرعي من كان حاضرا مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس كان حاضرا ايضا شاهين علي بن راشد بن سعيد المري. اذا متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل شاهدنا منافسه جميله وتحدي رائع، حيث كان ايضا بالانتصار والفوز هو من فاز بناموس هذا الشوط مع اسراب احمد بن سيف بن حمد المجعلي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل. ها هي لحظات الوصول هنا مع خط النهاية 4:30 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لأحمد بن سيف بن حمد المجعلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل هناك مع الغزال للمركز الثاني 4:30 بالوفاء وبنفس التوقيت. تهانينا لك يا مالك الغزال مطر بن مبارك بن محمد الوهيب، تهانينا على هذا التحدي والانتصار الجميل. بينما أتى بالمركز الثالث هناك مع الانطلاق، إذن 4:32 وأربع أجزاء من الثانية كان حاضرا بالمركز الثالث هو مشطط لسعيد بن محمد الشرقي العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. ما يحضرني